السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بك في مطبخ جيجي المراغي. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل البفتيك او الاسكلوب بانيه. ده كيلو بفتيك. خش بقى المكونات عضوضي. بصلتين كبار فرمتهم وخدت ميتهم بس، تمام. احط كده جي معلقتين خل ملح، معلقتين خل وملح على مية البصل، فلفل اسود بهارات السمن حطها في كيس. كل مرة احطها في برطمان يتكسر، تمام. وهكتب لك صندوق الوصف تحت على البهارات السبع مكونه من ايه ومن ايه ومن ايه، تمام. ورشه ثوم باودر. في بتحب تحط معلقتين كاتشب ممكن تحط يعني، تمام. يبقى المكونات بتاعتها بصلتين كبار فرماهم واخده الميه بتاعتهم، ومعلقتين خل وملح وفلفل اسود وبهارات السبعه ورشه ثوم باودر، تمام. دي ايه الخلطه بتاعتها كده اهي. المهم ما تحطيش الا ميه البصل، لان ميه البصل نفسها ممكن ما يحتفظش يعني بالغلاف بتاعها، وهي بتتقلي فهتقع. اديك واحدة واحدة كده اهو. عاوز واحدة واحدة بس عشان اتأكد ان ايه البفتيك كله اتعص. تمام. ورجعنا لكم ايه من امبارح واحنا عاملينها سوا في التتبيله، ايه سايباها في التتبيله. هنعملها سوا زي ما انتم شايفين كده. انا جايبه طبق وحاطه فيه بيض، تمام، شوية ملح، شوية فلفل اسود. بقلبها وشوية ملح وشوية فلفل اسود وشوية لبن. يبقى انا عملت هنا اهو في الخطه الاولانيه ديت اللي هعوز فيها البفتيك، بيض وملح وفلفل اسود وشويه لبن، تمام. الحاجه الثانيه بقى دي كده وشويه هنا. ايه الورقه؟ معلش معلش ولا يهمك.
ولا يهمك. هحط البقسماط تمام، هذه نشا، هو كوباية البقسماط بيبقى عليها نص كوباية نشا، دقيق، برضو هحط شوية ملح وشوية فلفل اسود. يبقى هنا عملت، حطيت بقسماط وحطيت نشا ودقيق وملح وفلفل اسود وبقلبهم مع بعض. انا عشان عارفه المعيار كده بعناية، يعني اللي انا عايزاه بعمل كده تمام. بس انت عايزه تعملي بالمعيار، يبقى ايه يعني نص كوباية دي على نص كوباية نشا على كوباية بقسماط. تمام، باجي هنا كده اهو زي ما انتوا شايفين. عايزه ايه يا جينو؟ بس حبيبتي بصور، والله والله بصور اهو. استني اهو الاطحال، باخد الحته كده اهو، اهي القطعه دي كده، وبعوزها في البيض، بنزل بيها في البقسماط. بدوس عليها كده، بقلبها وبستني كده. ده كل ده هكتبه ان شاء الله في صندوق الوصف، لما تيجي تشوف الفيديو هتلاقيه في صندوق الوصف عندك اهي. طيب كده بنروح نعمل واحدة ثانية. في البيض اللي هو البيض ولبن وملح وفلفل، بنزل كده اهي تمام. اهو تمام كده. نعمل واحدة كمان. شكلك عايزة تلعبي في حاجة. ده روقي روقي الكرسي ده، روقي أي حاجة. بقالي ما اصور بعد كده نلعب سوا. ماشي تمام، بحطها كده. وانت بتعملي يا ماما؟ اشكالهم بنيه أم بفتيك، يعني اللي تحبي تقوليه قوليه. والله انا بحب بفتيك. اسمه ايه ده؟ عايزه تقولي اسكالوب بني قولي، عايزه تقولي بفتيك قولي. طبعا انا عملت مكرونه اسباجيتي، طبعا انا منزله في فيديو ده قبل كده عن مكرونه اسباجيتي. سيبتني صيام بقى، مش عاملاها بشطه. اخلص دول عشان ما تفضلوش على الكاميرا كتير كده، على الفيديو كتير، انا اسفه يعني، وعطر. اخلصهم وما نيجي نقليهم اوريك هنعمل ايه. جبت بقى الطاسه وحطيت فيها الزيت، ده طبق كان حلويات بصراحه عجبني اهو، غسلته وحطيت عليه مناديل مطبخ
امسك واحده واحده كده اهو. ما زقهاش علشان التغطيه بتاعتها اللي احنا مغطيها دي ما تقعش في الزيت. تمام، نخلي النار متوسطه. نعمل واحده ثانيه اهي كده اهو، وانزل بيها بالراحه. خلي الناس متوسطه علشان القلب ايه يستوي كويس. هو لقيت فيها كريم شويه، طبعا المفروض ابططها واعملها. بس يعني انا قلت كده احسن عشان يبقى ايه، يعني يحس ان فيها لحمه. يعني عندي انا بحبها تخينه شويه. تمام، وقت تمام. زي ما انت شايفه كده اهو، تبدأي اهو تدخلي معانا الزيت ونقرمشه جميل اهو. هديه عليها النار. ادي البفتيك قليته اهو. سلام بقى لو اتذوق بشوية بقدونس. الراجل لقيت عندي بقدونس وحش ما قدرتش اجيبه. تمام، بفتيك جميل ده. يا رب يعجبكم. بألف هنا وشفا، واقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد ان شاء الله. سلام.